بالنسبة لنوح ذكر العلماء بأن بينه وبين آدم 8 آباء، ذكروا بين نوح وآدم 8 آباء. وأما الفترة الزمنية فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أن ما بين آدم ونوح 10 قرون، واختلف العلماء في القرن، هل هو 100 سنة أم الجيل أم هناك حساب معين، على أقوال. فإذا قلنا 100 سنة يكون بين آدم ونوح كم؟ 1000 سنة. وإذا قلنا جيل كامل حتى ينتهي هذا الجيل وينقرض، فسيكون بين آدم ونوح 10,000 من السنين. ولذلك ما يعني ذكره ابن عباس هو الأقرب، أنهم 10 قرون، لكن القرن قد يكون 100 سنة وقد يكون 80 سنة. أو إذا رأينا إلى ما كان عليه الخلق السابق من التعمير، بمعنى أنهم كانوا يعمرون، فنوح عليه الصلاة والسلام كم مكث في قومه في الدعوة؟ 1000 سنة إلا 50 عاما. حتى قيل بأن نوح عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة حينما كان عمره 450 سنة، وهذا طبعا ليس فيه شيء ثابت عندنا في السنة النبوية، وإنما مأخوذ من كلام أهل الكتاب. وورد بأن لما بلغ 40 سنة نبأه الله، وقيل 50 سنة، وأقوال كثيرة. وأنا لا يخفاكم شرطي في ذكر قصص الأنبياء التزام الصحيح، لكن لا بأس بالاستئناس بالروايات الإسرائيلية مثلا التي يذكرها علماء التفسير وكالصحابة مثل ابن عباس وابن عمرو بن العاص، وأيضا عن كعب الأحبار، ما دام أنها لا تصادم نصا شرعيا ولا عقيدة عندنا.